منذ قديم الزمان والإنسان يستخدم المنكهات في طعامه، وأبرزها الملح وغيره، كما اختلفت البهارات من بلاد إلى أخرى ومن مطبخ إلى آخر، حيث تعمل هذه البهارات بأنواعها ونكهاتها المختلفة في الطعام على تعزيز نكهات الطبخات المختلفة. ورق الغار، الليم اليابس، الزعفران، يعتبر حوائج منكهة للأكل. طعام بدون النكهات هذه مستحيل يطلع عليه نكهة، مستحيل يطلع عليه طعم، مستحيل، لأنها هذه من أساسية الطعام. يعتمد الناس بشكل أساسي على هذه البهارات بكافة أنواعها، منها تستخدم في الطبخ، ومنها تستخدم كعلاج في الطب البديل، ومنها أيضا ما يستخدم للتجميل، ومنها أيضا ما يستخدم لتجميل البشرة وغيرها من الفوائد الصحية والجمالية. أنا نزلت الآن السوق، اشتريت هذا اليانسون، هذه تنفع للمغص عند البشر كاملة، نساء ورجال، وأيضا تنفع لتهدئة الأعصاب. هذا كلمني واحد يعني دكتور أعشاب إنها تنفع المغص وتهدئة الأعصاب، وبجانب إن هذه تستخدم كمواد للطبخ، أيضا تستخدم مواد للعلاج الطبيعي، وتستخدم أيضا كنكهات للطباخة. أنواع عديدة من البهارات تتواجد هنا وتستخدم في الطبخ، مثل الكمون والكركم الخاص في الأكل، وأيضا الفلفل الأسود والكاري وورق الغار وغيرها من البهارات. أي بيت يعني لازم تحصل على هذه البهارات اللي تعطي للأكل نكهة وذوق وجمال. وهناك أيضا من البهارات ما يستخدم لصحة البشرة والتجميل، وأيضا يدخل في صناعة الزيوت، مثل الكركم الأصفر والقرفة والحلبة وغيرها من البهارات. الزنجبيل أيضا يدخل في الطب البديل الذي له فوائد عديدة على جسم الإنسان، وكذلك اليانسون يستخدم في علاج الحنجرة والأحبال الصوتية. الزنجبيل يستخدم مع المي الثائر، ما يستخدم لو يفوروا مي ثائر يعملوا ملعقة مع الهرود، يستخدم للمفاصل، للمعدة، قابض. تعتبر بعض أنواع البهارات صيدلية متنقلة تحتوي على فوائد كثيرة في العلاج والوقاية، مما أكسبها قيمة مرتفعة في سوق الأعشاب، حيث يمزج العطارون في معظم الدول العربية خلطات مختلفة من بهارات الطعام وبمقادير معلومة للوقاية من بعض الأمراض وعلاجها. في نوع من البهارات يعني الآن لما مخلوط مع الثومة، مع الكركم، مع الزنجبيل، مع القرفة، مع الهيل، مع الزير، مع عدة نكهات، مع المحسنات، برضو محسنات تفيد أيضا للجسم، في أشياء تفيد للجسم، فيها أشياء مثلا تفيد للجمال، خاصة البشرة، خاصة البنات اللي يفرحن بالحاجات هذين، يشين يكون أسعارهن بيض، يشين يكون وجهن مشرق، يعني تستخدم هذه البهارات. برضو تعمل برضو الكركم مثلا، تعمل الكركم على وجهها مثلا يعمل له تحسين للوجه، هذا كان من الأولات، يعني الأولات كان يستخدم منه، سمينه الهرود. ولكن هل جميع هذه البهارات آمنة؟ بالطبع لا، فهناك من البهارات التي تؤثر على صحة الإنسان، وخصوصا البعض من الناس الذين يعانون من حساسية مفرطة تجاه الفلفل بأنواعه، فهناك أضرار ناتجة عن البهارات الحارة واللاذعة التي تؤذي مستقبلات التذوق، كما تؤدي إلى اضطرابات هضمية خاصة للمصابين بقرحة المعدة، فيعانون من ألم شديد بعد تناول الأطعمة ذات البهارات الحارة. يعتمد الناس على استخدام هذه البهارات في الطعام بشكل أساسي، ويعتبر أيضاً السر وراء المذاق الشهي للطعام، فلا يخلو أي مطبخ من هذه البهارات لما لها من فوائد صحية وجمالية عديدة. لبرنامج صباحكم أجمل، سونيا الحرازي.